اعتمدت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال. اعتمدت تاريخ انطلاق المسيرة السنوية لفرسان القافلة الوردية لعام 2016. بهدف نشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الفحص الدوري والمبكر عنه وتوفيره مجاناً لكافة فئات المجتمع في دولة الإمارات، دعت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان كافة المؤسسات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المشاركة في دعم مسيرة فرسان القافلة الوردية المزمع انطلاقها في 7 مارس المقبل وتستمر حتى 17 شهر ذاته، للمساهمة في تحقيق أهداف القافلة الوردية في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الإماراتي. وأعربت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي عن فخرها واعتزازها بالنتائج التي حققتها القافلة الوردية خلال السنوات الخمس الماضية والنقلة النوعية التي حدثتها في المجتمع الإماراتي فيما يخص التعامل مع مرض سرطان الثدي وكسر حاجزي الصمت والخوف وتبريد المفاهيم المغلوطة عنه وتشجيع آلاف النساء والرجال من مختلف الجنسيات والفئات العمرية على إجراء الفحوصات المبكرة والدورية. كما أعربت عن فخرها بنجاح القافلة في تقديم الفحوصات المجانية لأكثر من 36,000 امرأة ورجل من كل الجنسيات ومن مختلف مدن إمارات الدولة السبعة. هذا وتنظم القافلة الوردية كل عام مسيرة الفرسان التي يجوب فيها فرسانها وعياداتها المتنقلة وتواقمها الطبية سائر إمارات الدولة.